فشرح لنا النظام، عنده نظام ووتر ديتكشن اللي هو يبحث عن المياه. ما دكتورة الله يطول عمرك تسمعوني عندي بس صح؟ إن شاء الله دبل تربيل الإلكتروني إن شاء الله كيف صح؟ إن شاء الله دبل تربيل الإلكتروني كويس مسجله بس مسجله محفوظه يعني حافظها لك حافظها عشان احنا عندنا قناه يوتيوب اسمها يوسف كل بجوع وابتكارات ميدانيه ممكن نوفقها يعني حتى لو الاخ بيجرب التجربه دي عنده الادوات هذه ممكن احنا نسوي تجربه معاه على البحر واثبت انه في مويه حلوه على البحر على الشط ما شاء الله لأن المياه الجوفية في المياه رفنا مغير فوق البحر على اليابس تسخى إذا صار لك شخص أنا لفترة طويلة ما شغلت أخبرها شغلتها البحر شغل بس 16 ساعتين وحركة ستيرلينج السخونه تسخن الهواء اللي موجود في الانبوب ده اللي هو طبعا هذا بيكون سرند الحديد يقوم يصير عمليه شفط للبلف يصير شفط للبلف هذا لازم يكون زيرو زيرو يعني زي البستم حق السياره تقدر تسوي بستم السياره فيصير عمليه شفط مجرد ما يصير عمليه شفط لازم انه تعطي هندل او تعطيه ريس خلاكتر كل ما يسخن اكثر كل ما بدا يشتغل فيصير عمليه اخذه تستاهل ابو عبد الرحمن ما عادي خليها تستاهل يا مدير تستاهل يا مدير بس عدلها نشوف تستاهل يا مدير
عدلها انا جوا ما صور لا خلاص لازم اليوم عشان خلي علي وصل عندي ألف مبروك يا أبو عبد الرحمن تستاهل ألف مبروك تستاهل الله يعطيكم العافية أنا ما سوينا شيء لسه في عندنا ابتكارات كثيرة بنزلها إن شاء الله صح؟ إن شاء الله عارف المطور الدبل تربيع بارك التوفيق إن شاء الله بارك النجاح هننزل إن شاء الله قريب كيف حالك؟ جارنا أربع ضغط مضبوط استعبت ولا انتوا عارفين عشان اشتغلت في الشمس وضربتني الحراره شغلنا زينا زي شباب انا ناس كثيره تعمل في الميدان والله يعني بيتعبوا كثير في معاناتنا احنا والشباب اللي بيعملوا في المجالات الاخرى في مجال الامانه في مجال البلديه كلهم ترى دولنا الجرم تمام ما حد فكر انه يحط لنا حاجه ترد عننا الشمس اللي هي سبب مشاكلنا الصحية وهي سبب الحرارة فأنا أجزاك الله خير وأشتغل على شاشة في شاشة ممكن تطلع حساسة المهندس يوسف بندرجي أحد المخترعين المشاركين في هذا المعرض تكريم بداية أحب أشكر المهندس يوسف بندرجي
على تواجده معنا، بالعكس هو قدوة لشبابنا. واجبنا. طبعا تكريم الإعلامي وديع الغامدي، وديع الغامدي. تستخدم على المستنقعات 20 دقيقة حولها للمياه صالحة استخدام الزراعة. طبعا تجاربنا كلها موجودة، والمنتجات هذه هي المستخدمة.
غير شوف خلاص تصدق حطيت طفولة وين البطارية اللي كمان مجال هذه المويه مويه ايش هذه المويه هذه مويه بحر من البحر سلام نتكلم على تكلم
تعدى على الجيل. قمنا في البداية في عام 2009 على التربة ذات الطرق العالية وعالجنا واحدة مرة مع غمرة. لكن المنتج سوى تجارب رهيبة لما طلعناه في البيت. حول خيار مانح خيار صار أسبوع زراعي. ثلاثة شهور. يستهدف البروتين اللي موجود في الحمض النووي الريبوز. طبعا الفيروسات والبكتيريا وغيره هذول تعتبر ار ان اي. اما الانسان والحيوان الى اخره يستهدف الار ان اي بشكل خاص بالحمض النووي الريبوز. يعني مهما كان نوع الفيروس تسجيل رهيب وتوفر على الجسم ويرضار على الانسان. هنا نظام كيميائي جديد يستخدم الأخوات. نتكلم على الكيمياء يستخدم نهج تطمية عشان أفضل ثلاثة أخوات.